نعود إلى الملف الليبي وإعلان الجيش تدمير غرفة عمليات للإرهابيين بدرنا. من بنغازي الليبية مع عادل طلحي مدير مركز الدراسات الأمنية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عادل. إذا بدرنا كون على الحدود مع مصر هذا يكسبها أهمية استراتيجية تحدثنا عنها في مع حضرتك. ماذا يحدث؟ كيف تراقب عملية ما يحدث في درنا؟ إن كان من خلال كل التقدم، إن كان طبعا نتحدث عن غارات جوية، نتحدث عن عمليات على الأرض. أولا شكرا. طبعا أمس تم استهداف غرفة العمليات التابعة لتنظيم القاعدة في مدينة درنا، وأيضا قبل قليل كانت هناك ضربات من السلاح الجوي في الإمارات السورية في المدخل الغربي لمدينة درنا. طبعا حقيقة أن هناك حصار مطلق على التنظيمات الإسلامية المتشددة في مدينة درنا، ولكن ما هو مستجد طبعا أمس طبعا تم الكشف عن مراكز تدريب للأطفال اللي هم في مدينة درنا واللي هم لأقل من 14 عاما. حقيقة أمس تم الكشف عن أحد المعسكرات كان في منطقة وادي الحمر، وأيضا في معسكرات داخل مدينة بقلب درنا. هذه المعسكرات تقوم طبعا داخل مدينة درنا، هذه المراكز التدريبية يتواجد فيها أطفال دون السن القانونية، وأيضا طبعا تم تدريبهم على الفنون القتالية وأيضا على الأفكار التكفيرية التي يروج لها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. حقيقة أيضا سجد أمس هناك طبعا تم التحالف ما بين أنصار الشريعة اللي هو تنظيم داعش، نعم، وتنظيم القاعدة اللي هو كتيبة المسلمين. أمس تحالفوا فيما بينهم لمواجهة الحرب التي يخوضها. طيب كم عدد هؤلاء الأطفال دون السن القانونية اللي وجدوا بالمعسكر اللي كشف أمس؟ طبعا المراكز التي داخل مدينة درنا، طبعا كشف المركز الليبي للدراسات الأمنية من خلال الشهود العيان وأيضا خلال مصادرنا الداخلية في مدينة درنا، هناك ما يربو عن 250 طفلا من دون السن القانونية اللي هو دون 15 عام يتدربون على فنون القتال، وأيضا ربما يزرعون في داخل عقولهم أفكار تكفيرية والهدام. وبالتالي أعتقد أن هناك مراكز كما أشرت لك في مدينة درنا، وهي مراكز معروفة في نادي الغوص وأيضا في النادي الحسين وأيضا في يعني منتجع اسمه 1805، وهذه المراكز التدريبية بقيادة طبعا بإشراف نعم أحد رموز الإرهابيين المعروف وهو محمد إدريس المنصوري، وهو المشرف على هذه المراكز التدريبية. وأيضا هناك أيضا فتح باب التجهيز أخرى للأطفال يتقاضون هؤلاء الأطفال في مبالغ يتم يعني إعطاء هؤلاء الأطفال مبالغ مالية، وأيضا ربما تدريبهم على فنون القتال لمواجهة الجيش إذا ما. طيب سنتابع معكم دائما، نحن نتابع سير معارك درنا وخاصة النقطة الجديدة التي أثرت حضرتك سيد عادل، مشكور طبعا نقطة المعسكرات تدريب الأطفال دون السن القانونية. شكرا لك على كل هذه المعلومات. من بنغازي عادل طلحي مدير مركز الدراسات الأمنية.